ممكن اصدر قرار ان هو هيعمل بطاقات تموين لفئات استثنائيه حددها زي اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والعاطلين والسواقين وفئات دي يعني. فايه راي حضرتك في القرار ده؟ والله اذا كان الكلام ده يكون صحيح هيكون سليم مظبوط، انما الكلام ده بنسمع عليه اكثر من حوالي 3 4 سنين، ولكن هذا الوزير كان ماسك من فتره وزير محترم ولكن الناس اللي وراه ناس ما بتفهمش حاجه اصلا في التموين. يعني انا جاي من انا واحد من الناس شغال في التموين وفصلت بنتي لجوزها بقالي سنتين، لا طالت لعندي ولا طالت اصلا في التموين لحتى تاريخه. لا ده قرار كويس ان فعلا الناس دي تستحق ناس تعبانة تستحق فعلا، قرار كويس قرار مظبوط. أول قرار سليم من الوزير، فعلا في ناس كتير محتاجة فعلا بطاقات تموين عشان خاطر تصرف وتقدر تعيش من الخبز والأكل والكلام ده كله حاجة، فده طبيعي يعني. يا ريت يعني خصوصا انه يشوف يعني الاعداد دي ويتسجل بيها على الكمبيوتر بالاسم بالعنوان بتفاصيل كل شيء ويتأكدوا ان الدعم ده وصل للشخص ده. طبعا حضرتك فلازم يعني يا ريت يكون القرار ده يتنفذ حالا. طب ايه المشاكل اللي انت بتواجهها يعني مع بطاقه التموين بتاعتك؟ ماشي مشاكل ممكن حاجات بسيطه مثلا حضرتك زي مثلا ايه نقص الرز، رز السكر، الشاي. انت حضرتك عارفه ان كيس السكر دلوقتي كيلو في 10 وفي 11، فمعنى حضرتك ممكن يحصل في عجز في التموين يقول لك البقال يقول لك اصل ما عنديش دلوقتي سكر كذا، حلو ممكن يحول لك لتومين تاني او بقال تاني يقول لك هو هيصرفي منه، مشكله يعني دي برضو مشكله. فلازم في توفير في السلعه لجميع محلات التومين والبقاله. حاجه كويسه للشعب الغلبان. يعني انت شايف ان ده فعلا كده بيساعد الفئات اللي هي محتاجه؟ ان شاء الله ان شاء الله. طب ايه المشاكل اللي بتواجه حضرتك بالنسبه لطاقه التموين؟ ما عنديش مشاكل، صرفوا لنا السكر أقل من الزيت، ده اللي أنا بقوله. هو دي حاجة كويسة، بس في ناس كتير جدا في المعاش الضمان الاجتماعي ده ما استهلوش بتاخده دلوقتي، وفي ناس ما استهلش التموين وبتاخد التموين. يعني في ناس مقتدرة وبتاخد تموين، وفي ناس مقتدرة وبتاخد معاش. والحسن الموظف اللي بيعمل المعاش بيبقى عارف الناس دي قادرة وبيحط اسمهم ضمن الناس المحتاجة، وهم اصلا مش محتاجين. وفي ناس محتاجة مش قادرة تاخد المعاش، يعني اعرف ناس كتير جدا محتاجة بيدوخوهم. يعني شايف ان القرار ده يعني مش صحيح؟ لا قرار عشوائي، مش قرار مدروس، قرار عشوائي. المفروض ان انا راضي اعمل في عندي قاعده بيانات الراجل اللي يستحق اخد بطاقته احطه قدامي على قاعده البيانات، هيطلع لي بياناته ايش هو كان شغال ايه او مش شغال، قادر ولا مش قادر، دخله ايه، عمل. يبقى في عندي قاعده بيانات، يبقى قاعده البيانات دي اللي عندي دي الموظف ما يقدرش يتحكم فيها. بصفه مواطن مصري كده بنقول دي خطوه 10 على 10 المفروض تتعمل من زمان. مش كل البلد حضرتك موظفين او اساتذتنا، في ناس يعني على باب الله شغالة، قال لي شغال سواق، لي شغال كذا، نجار مسلح، ما عندهمش يعني ايه دخل على طول. البطاقة دي نقول له 10 على 10 ربنا يبارك فيك والمصل للأمام.